تحديد عن تفجيرات مراكز التجارة وكمان تفجير مدريد في 2006. طبعا بالطبع هذه أشياء يعني وثقت بالفعل ومضت عليها سنوات عديدة، لكن نحن نتحدث الآن عن الموقف يعني لأن الوقت محدد للأسف. أرجو الاستماع. نعم تفضلي. نعم نتحدث عن نقطة محددة الآن وهو مسألة المجتمع الدولي. أرجوك اسمعني أرجوك. تفضلي تفضلي. هذه الدول حينما أصابها خطر الإرهاب لم تكتفي بما هي موقعة عليه من قوانين دولية للإرهاب، ولكن هذه الدول اتخذت هي الأخرى قوانين استثنائية لمكافحة الإرهاب. هذه هي النقطة التي أريد توضيحها. وبالتالي حينما تواجه دولة الإرهاب ليس عليها أن تنتظر ما تم توقيعه من معاهدات دولية، ولكنها بتتخذ إجراءات استثنائية أيضا، وهذا فعلته الولايات المتحدة الأمريكية وفعلته أيضا إسبانيا في 2006. الموقف الحالي في مصر ليس فقط يعني لأن المصريين في غالبيتهم متفاهمين للأحداث بدون يعيشونها، ولكن العبء الأكبر يقع على وزارة الخارجية ويقع على الهيئة العامة للاستعلامات ويقع على الحكومة المصرية في دعم والحصول على تأييد الفكرة والقرار الذي اتخذته دوليا، بحيث لا تصبح مصر وروسيا فقط هم من يصدرون هذه الجماعة كجماعة إرهابية، ولكن يتم طيب. إعلان بالطبع. ذلك من قبل أكثر من دولة. طب هذه الآلية التي يمكن أن تضمن لنا ذلك لتذليل الصعوبات التي يشير إليها البعض الآن؟ إطلاقا يا سيدي الفاضل، هو كان حد يصدق في عام 2000 في 1991 أن تحصل مصر على طاغوت؟ لدينا في مصر من الكفاءات القانونية ما يمكنها بالأدلة وبالدراسات وبالقوانين وبالمستندات ما يمكننا من إثبات أن هذه الجماعة جماعة إرهابية. العالم الغربي يعلم أنها جماعة إرهابية، وإذا لم يرها كذلك فمشكلة في مصيرته. وبالتالي فعلي أنا كدولة، إحنا أخذنا طابة بفريق قانوني سنة 1991 في الوقت اللي كان الجميع بيشكك في قدرتنا على ده، ولكن حكم لنا بها. نحن بحاجة إلى فريق آخر يشابه هذا الفريق في كفاءته وفي وطنيته وفي إلمامه بالأمور وفي جمع المستندات الكافية واللازمة لإثبات أن ما يحدث إرهابا وأن هذه الجماعة جماعة إرهابية. طيب هناك من يقول ويعني وماذا يجدينا أن نحاول نقنع هذه الدولة أو تلك، فلتقتنع بما تقتنع به ونحن لا يهمنا إلا القرار المصري ولا يهمنا إلا الوضع في مصر، لأن القرار هو قرار شعب مصر ولا يهمنا ذلك، لأن هذه المواقف سوف تتغير عندما تقتنع تلك الدول وتعرف الحقيقة بنفسها. كيف ترد على هذا الرأي؟ هذا الرأي ورده أن داخلياً أتفق مع الرأي حينما يتعلق الأمر بقرارات مصرية، بمعنى أن أنا ما بصش حواليا وأنا باخد قراراتي لأن طالما أن هذا القرار في مصلحة الوطن، ولكن أنت دائماً في المجتمع الدولي بحاجة إلى الدعم الدولي، لأننا لا نعيش في دولة بمصرفة، إحنا مش عايشين في جزيرة، وبالتالي أنت محتاج إلى الدعم الدولي إلى موقفك. هل الغرب محتاج للاقتناع بأن هذه جماعة إرهابية؟ الغرب يعلم أن هذه الجماعة جماعة إرهابية، بدليل كمان أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد آخر من الدول على ما أعتقد منها كندا أعلنت حماس كمنظمة إرهابية من 2001. فإذا كان الغرب ونحن نرى ونحن نعلم في ظل السنة الماضية أن حماس والإخوان هي وجهان لعملة واحدة، أو أن حماس هي ذراع الإخوان في قطاع غزة، إذن بالطبيعية فإن هذه الجماعة هي جماعة إرهابية. لكن السؤال هل القرب عايز يقتنع أو ما يقتنعش الموضوع هو. وأنا حينما أتحدث عن دعمنا أو ذهبنا لأكثر من دولة لتأكيد الموقف اللي إحنا أخذناه ومبرراته، لا أعني الغرب فقط. أنت عندك دول أفريقية وعندك دول في آسيا وعندك دول أمريكا اللاتينية. إذن يمكن من خلال الاتصال والتنسيق مع الدول العربية وأفريقية وغيرها تدعيم الموقف المصري. شكرا جزيلا لك الأستاذة نشوى الحوفي الكاتبة الصحفية. أعود مرة أخرى للأستاذ أحمد طه النقر الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد، يعني العلاقات في مجملها، علاقات اقتصادية وسياسية وغير ذلك مع هذه الدول أو تلك التي تؤيد والتي تتحفظ أو التي ربما حتى تعارض الموقف مجلس الوزراء،
إلى أي مدى يمكن أن تتأثر؟ طبعا احنا جزء من المجتمع الدولي واحنا بنتأثر به ونؤثر فيه، لكن علينا أن نعترف أننا ما زلنا يعني أدائنا الإعلامي في الداخل والخارج للأسف الشديد ليس على المستوى المطلوب. احنا محتاجين حملة حقيقية زي ما قلت لحضرتك، إعداد فيلم وثائقي عالمي عن إرهاب الإخوان ويعني التحرك على المستوى العربي بالتنسيق مع السعودية ودول الخليج، التحرك مع المجتمع الدولي بالتنسيق مع روسيا لكي نؤكد أن هذه الجماعة جماعة إرهابية تهدد الوطن والدولة المصرية وتهدد الأمنين وتقتل وتحرق كل شيء، يعني كل ده واضح للعالم. لكن أرجع وأكد على حضرتك أيضا مطلوب موقف حاسم من دولة، من قاعدة العديد ما دولة قطر وما تفعله قناة الجزيرة، وموقف حاسم أيضا من كل المصريين العملاء الذين يقبلون الظهور على قناة الجزيرة المعادية للوطن. ده شيء مهم جدا. طيب نعود لمسألة العلاقات لأن وقت الحلقة قارب على الانتهاء أستاذ أحمد. والثورة المصرية. نعم نعود إلى مسألة العلاقات، يعني كيف يمكن أن تتأثر هذه العلاقات وكيف يمكن تجاوز هذا حتى لا تتأثر على المدى القريب أو المدى البعيد؟ طبعا يعني شرح قضيتك ده نص الطريق لكسبها. أنا عندي يعني جثة اسمها هيئة الاستعلامات دي لا تقوم بأي شيء للأسف الشديد، ما عنديش يعني أنا لسه ما أديتش دوري الإعلامي كما يجب. لكن أنا أرجع وأقول لك أن المهم والفيصل هو إرادة الشعب المصري. نعم طبعا مهم أن يعني نهتم بالموقف الدولي ورد الفعل الدولي، لكن دايما رد الفعل الخارجي بيبقى انعكاس الموقف الداخلي. عندما خرجنا في 30 يونيو بهذه الملايين الغفيرة العالم كله قال ان دي ثورة، الا من في نفسه غرض زي امريكا، لان انت دمرت لها المشروع اللي استثمرت فيه مليارات عشان يطلع الاخوان العملاء. اذا انت اشرت في الختام استاذ احمد الى نقطة مهمة، وهي ان الموقف الداخلي عندما يكون قويا لا شك انه يؤثر في الموقف الخارجي. نعم ارادة الشعب هي الفيصل. يوم 14 و15 يناير. نعم وضحت هذه النقطة، شكرا جزيلا لحضرتك استاذ احمد طه النقر الكاتب الصحفي، واشكر ايضا استاذ نشوى الحوفي ودكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية كانوا معنا في هذه المجموعة من الاتصالات. وصلنا بذلك إلى ختام حلقة الأربعاء من همزة وصل، حلقة الخميس غدا بعد موجز أنباء الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة، وموضوعها إلى أي مدى يمكن أن تتأثر السياحة في مصر أو الحركة السياحية بالعمليات الإرهابية. شكرا لكم وإلى اللقاء.